روحي، النهارده هنعمل كفتة داوود باشا. معانا 2 كيلو لحمة، 4 بصلات مفرومين، وبانيه ناعم عشان ايه متقرقش في اللحمة. البهارات بتاعتنا اي بهارات انتوا عايزينها، ملح وبابريكا وحبهان مفروم، توم بودر وبصل بودر وبهارات لحمة. كل ده هنحطه، ولو في فلفل اسود كمان. هنقلب ده كله على بعضه. هنقلب كله كده كويس، خليه دايب فيه. نرجع لكم ايه تاني، زيت او بتاع الزبدة على حسب الرغبة الموجودة عندك يعني. تمام، نبدأ نكور، نعمل كرات كده من اللحمة المفرومة بتاعتنا اهي، ونحطها في الصينية. انا هعملها كبيرة شوية عشان هي بتخس بعد السوية. نبدأ نرص كده كرات جنب بعضيها، هنعمل الصينية ونرجع لكم. نعفر كل واحدة كده شوية دقيق. كورناهم وعفرناهم بالدقيق زي ما انتم شايفين كده، هندخلهم الفرن يتحمصوا وينشفوا في مكانهم كده عشان يمسكوا نفسهم. بعد كده اقول لكم نعمل ايه، خليكم معايا. ودلوقتي سبكنا التومة، حمرنا تومية راس توم يعني مفروم، ورحنا حاطين الصلصة بعد ما تسبك كده وخدت غلوتها. هنبدأ نحطها على صينية الكفتة في الصواني. في ناس بتاخد الكفتة وتحطها في الصلصة على طول في الحلة مطرح ما هي متسبكة، لا احنا هنحط العكس، نحط الصلصة في الصواني على طول على الكفتة. خليكم معايا ونشوف مع بعض كده. حبايبي الكفتة نشفت معايا اهي، شايفين؟ هنبدأ نطلعها نشتغل فيه. خليكم معايا. دلوقتي هنبدأ ناخد الصلصة اللي سبكناها مع بعض اهي، هنبدأ نحطها كده على الكفتة. حبايبي حطيناها في الفرن بعد ما حطينا لها الصلصه، هتاخد اللون وتاخد غلوه مع الكفته بتاعتها، الصلصه مع الكفته. نشوف بعد ما نخلص. يلا خليكم معايا اياه، ما تروحوش بعيد. خلصنا كفتة الدهون باشا مع رز ابيض عادي او على حسب الرغبة. بصوا كده الكفتة يا جمال عاملة ازاي. لذيذة. يلا بدنا نشوف.